بدأت المحكمة المختصة بنظر القضايا المرورية عملها بمقر الإدارة العامة للمرور، وذلك تتويجا للتنسيق والتعاون ما بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية. وجاءت هذه المحكمة المختصة عقب الاجتماع الذي عقده معالي وزير الداخلية ومعالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء في 2 ديسمبر الماضي للبحث في إنشاء محكمة خاصة بالقضايا التي تحال إليها من نيابة المرور، يكون مقرها الإدارة العامة للمرور. يأتي عمل هذه المحكمة التي تقرر نقلها من مبنى وزارة العدل إلى المرور في إطار الجهود البناءة الهادفة إلى تسريع إجراءات التقاضي وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بأعلى درجة من السرعة والإنجاز، بما يضمن إنفاذ القانون وتحقيق العدالة الناجزة، وكلها إجراءات وخطوات من شأنها تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق العدالة وسيادة القانون. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحقيق حالة من الارتياح لدى المواطن والمقيم بما توفره من الوقت والجهد واختصار الإجراءات ضمن منظومة شاملة للتعامل الراقي والحضري وتقديم الخدمات المطلوبة بدقة وكفاءة.